أهلا بكم. البداية من لبنان. وصل المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم وقاموا بقطع بعض الطرق الرئيسية رفضا لتشكيل حكومة تكنو سياسية، مطالبين بحكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية. أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقامت بفتح الطرقات. وفي سياق متصل، وصف 3 رؤساء وزراء سابقين في لبنان مشاورات تشكيل الحكومة بالمهزلة، ودعوا الرئيس ميشيل عون لاحترام الدستور. أقال فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكلها وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريا إنما يساهم في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء. ردت رئاسة الجمهورية إن المشاورات التي أجراها عون لا تشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة. وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أنها تقوم بمشاورات لتشكيل الحكومة برئاسة سمير الخطيب ويغيب عنها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل المثير للجدل. المزيد في تقرير الزميلة لبي بشري فنتابع. سجال سياسي عنوانه العريض تسمية رئيس وزراء لبناني جديد. التوافق الأولي يقوم على تشكيل حكومة تكنو سياسية برئاسة سمير الخطيب، وذلك بناء على مشاورات أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، مشاورات ناهضها أطراف عدة وأبرزها رؤساء حكومات لبنانية سابقة. بيان صادر عن رؤساء الوزراء السابقين 3 نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام عبروا خلاله عن رفضهم التفاوض الجاري لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لسعد الحريري، معتبرين أنه بمثابة خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور اللبناني على حد تعبيرهم. وفي التفاصيل يؤكد الساسة 3 إن تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف وإنكار مطالب الناس يعد استخفافا باللبنانيين. وحول المرشح الجديد أشار البيان أن أي مرشح يقبل الخضوع لاختبار من قبل لجنة غير مخولة دستوريا فهو يساهم بخرق الدستور. الرفض السياسي رافقه غضب شعبي رافض لكل أشكال التحرك السياسي الحالي الذي اعتبروه بمثابة تجاهل تام لمطلبهم الأساسي وهو تشكيل حكومة تكنوقراط. لكن قوات الأمن اللبنانية لم تسمح بهذا الرفض وعملت على قمع المتظاهرين، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين قطعوا الطريق عند جسر الرينك في العاصمة بيروت، وهو ما قام به متظاهرون أيضا ليلة أمس في عدد من الطرقات ببيروت والبقاع شرق لبنان للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم التام لتشكيل حكومة تكنو سياسية. ورغم إعلان الرئاسة اللبنانية إن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، بذريعة أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة، إلا أن الرفض قائم شعبيا وسياسيا من قبل بعض الأطراف، وهو ما يجعل المشهد ضبابيا حتى اللحظة، ولا يمكن التأكيد ما إذا كانت هذه الخطوات السياسية الاستباقية ستفلح في نشل البلاد من الحالة المأساوية على كافة الأصعدة. ولمناقشة هذه القضية أرحب بضيفي معي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد عجاج. أهلا بكم. أهلا بكم المشاهدين الكرام. إذن الرئيس اللبناني يعلن أن الاثنين المقبل إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة، هل استقر على كل شيء ميشيل عون؟ طبعا، يعني ما حدث هو فعلا خرق واضح للدستور كما قالوا الرؤساء الثلاثة، لأنه يعني منذ 17 تشرين عندما استقال الحريري بدأوا يا رئيس الجمهورية يتفاوض حول الرئيس القادم ويتفق معه مسبقا حول الوزراء ويكون له اليد الطولة في ذلك، وبالتالي أعادنا إلى ما قبل الحرب الأهلية التي اندلعت بسبب هذه الصلاحيات المعطاة للرئيس الذي هو يختار الوزراء ويختار رئيس الوزراء، بينما المفروض حسب اتفاق الطائف أن يدعو النواب وأن يسموا النواب رئيس حكومة، ورئيس الحكومة هو الذي يعرض الأسماء وعلى ضوئها
يصبح التفاوض، هو قلب الصورة رأسا على عقب، ومن هنا جاءت هذه الدعوة من الرؤساء الثلاثة ناقدة لها. أنت متفق مع رؤساء الحكومة السابقين؟ طبعا هذا خرق للدستور، هذا خرق واضح للدستور، لأن المشكلة أن الحرب الأهلية عندما اندلعت كنا نقول عن رئيس الوزراء آنذاك يعني باش كاتب، أو كما قال عبد الوهاب بدر خان فيما قال له في النهار طرطور، بمعنى أنه رجل رئيس وزراء مصر لا يستطيع أن يفعل شيئا. لذلك هو مخالف جدا للدستور. لكن الغريب في الأمر أن الحريري هو يسكت ويقول أنا ليس لدي أطيب. سنأتي للحريري ونتحدث عنه لأن هناك كلمة مرتقبة بالتأكيد له، ولكن أتحول إلى بيروت. معي من هناك السيد ميشيل أبي نجم، منسق الأبحاث في معهد الدراسات المستقبلية. أهلا بك معنا. مساء الخير. مساء النور سيد ميشيل. إذن هناك اتهامات للرئيس اللبناني بأنه خرق الدستور بهذه المباحثات بشأن تشكيل الحكومة، ما تعليقك؟ أولا رئيس الجمهورية يمارس واجبه الوطني والدستوري كضامن للوحدة الوطنية والانتظام عمل المؤسسات الدستورية، لكن يبدو أن البعض في لبنان وبعض الشرائح وبعض القوى السياسية لم تعتد أن يكون هناك رئيس جمهورية يمارس واجباته الدستورية ويمارس صلاحياته. تعودوا على رؤساء ضعاف، في التمثيل الشعبي، وليس لديهم، لا يمارسون صلاحياتهم الدستورية. رئيس الجمهورية يحرص على الوحدة الوطنية، ولذلك استمهل وتأخر في الاستشارات النيابية من أجل تأمين أكبر قدر ممكن من التوافق ومن الأرضية الصلبة، أولا لنجاح رئيس المكلف الجديد للحكومة ولنجاح الحكومة المقبلة في مواجهة الاستخفافات الداهمة المالية والاقتصادية والاجتماعية. ومن ضمن أن نظام لبنان برلماني ديمقراطي، فأن القوى السياسية الممثلة في البرلمان كان لها شروط وشروط مضادة، وأيضا كلنا نعلم وجميعنا نعلم الضغوط الدولية والضغوط الإقليمية والشروط التي تؤدي إلى مزيد من زيادة التشنج. طيب إن كانت الصورة كما تصف سيد ميشيل والرئيس اللبناني يقوم بدوره الوطني كما تفضلت، فلماذا خرج ثلاثة رؤساء حكومة سابقين في بيان لهم اتهموا فيه الرئيس اللبناني بأنه يخرق الدستور؟ أولا رئيس الجمهورية ليس هناك من مهلة واضحة في الدستور من أجل تكليف رئيس الحكومة المقبلة. ثانيا أن الظروف وهي استثنائية، فهي تستوجب مزيد من الإجراءات الاستثنائية لكي لا نتأخر في تشكيل الحكومة المقبلة، ورئيس الجمهورية بذلك يسهل عمل الرئيس المكلف المقبل للحكومة، خاصة وأن بيان رئاسة الجمهورية اليوم أشار بوضوح إلى أن تأليف الحكومات كانت تأخذ فترات طويلة، وأشار بذلك بوضوح إلى أمور حصلت في خلال تكليف رؤساء الحكومات السابقين الذين ينبرون في كل مدة لانتقاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون والاتهامه بأنه خرق. ابقى معي سيد ميشيل. على ممارسات سابقة. ابقى معي سأعود إليك مرة أخرى دكتور أحمد. إذن نحن في ظروف استثنائية في لبنان، وبالتالي يجب على الرئيس أن يتحرك بمقتضى مسؤولياته الوطنية. يعني عندما يكون المسؤول في السلطة هو لا يملك الحق أن يفسر القانون كما يشاء. يعني الدستور يقول إذا استقالت الحكومة يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة ويسمي النواب رئيس الحكومة، وبالتالي هذا الحق صحيح لم يحدد مهلة، لكن المهلة هي يعني معروفة، يعني من 17 تشرين حتى الآن، يعني مضى أكثر من شهر ونقترب من الشهرين، ولذلك يجب أن لا يكون هناك في القانون مصطلح التعسف في استعمال الحق. ثانيا أنه جرت مفاوضات يعني خارج الأطر الدستورية، النواب مبعدون عن هذه الاستشارات، يعني باسيل ورئيس الجمهورية ومن ورائهم يعني حزب الله وهو المايسترو المحرك لهذا الأمر، بدأوا يتشاورون مع عدة أسماء، بعضهم مثل بهيج طبارة رفض أن يكون في الحكومة، وأخيرا استقر الرأي على الخطيب، والخطيب له علاقات قوية معروفة مع باسيل تجاريا، ويبدو أنه قبل في هذا الأمر، ومن هنا جاءت الخطوة بدعوة النواب ليبصموا على هذا القرار. يعني انتهاك واضح للدستور ومشكلة الرئيس القوي. يعني مشكلة حقيقة مضحكة. هناك تحفظاتك دكتور على الطريقة التي قام بها ميشيل عون طبعا الدستور دعوة لتشكيل الحكومة، أم على الاسم المطروح للرئاسة؟ لا ليس الاسم، نحن نقول أنه جاء بهذا الاسم لأنه هو يريده، بمعنى آخر أعادنا إلى ما قبل الحرب الأهلية عندما كنا نشتكي ونقول أن الرئيس هو الذي يصنع كل شيء ورئيس الحكومة هو مجرد باش كاتب. يعني
يمضي على قرارات رئيس الجمهورية. نعم. نحن الآن في بعد حرب أهلية مدمرة، يجب أن يكون هناك توازن، وعلى هذا الأساس جاءت شكوى الرؤساء الثلاثة. وأنا أقول أن شكواهم صحيحة وأن انتقادهم صحيح، وأن من مصلحة البلد أن لا يحصل على ذلك، أن يحصل ذلك. لذلك أنا أعتقد أن ما حدث الآن هو خطوة في الطريق الخاطئ، والناس في الشارع سترفضها حتما يعني. وأنتم قلتم في برنامجكم أن الناس يتظاهرون، لأن هناك أيضا علامات استفهام على هذا الشخص بالذات أيضا، يعني المتظاهرون يتهمونه بأشكاء كثيرة. نعود للسيد ميشيل أبي نجم مرة أخرى. سيد ميشيل، يعني الحديث هنا عن نزع الصلاحيات من البرلمان بموجب الدستور في اختيار رئيس الحكومة، لماذا يتجاهل الرئيس اللبناني البرلمان؟ أعتقد أن هناك مبالغة، كما قلت، أولا في اتهام رئيس الجمهورية، ثم القول أن هناك صلاحيات تنتزع من رؤساء الحكومات، وأن هناك سعي للعودة إلى ما قبل الحرب الأهلية. لم يتبقى بعد اتفاق الطائف سوى النزل اليسير من صلاحيات في رئاسة الجمهورية، وحتى عندما يمارسها الرئيس لم يتجاوز أبدا اتفاق الطائف. النظام اليوم هو برلماني ديمقراطي، بمعنى أن لهذه القوى المشاركة في مجلس النواب، والذي لم يمضي على الانتخابات الأخيرة التي حصلت في العام الماضي سوى سنة وستة أشهر، هذه القوى لديها شروط وشروط مضادة، وفي ظل استقطاب وفي ظل حراك اجتماعي كبير غير مسبوق في لبنان، ثم أيضا التشنج بين القوى السياسية، وهناك قوى سياسية كحزب الله مثلا لديها هواجس من ضغوط أمريكية. فماذا نريد من الرئيس الجمهورية أن يفعل؟ رئيس الجمهورية سعى لتأمين أكبر مساحة ممكنة من التوافق، ولذلك استمهل في المشاورات النيابية. ثانيا، بالنسبة للتعاطي مع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وهو رئيس أكبر مكون في البيئة السنية ولديه ما لديه من قوة في المجلس النيابي، كان هناك حرص من جميع القوى السياسية على أن يكون هو رئيس الحكومة، أو لحسم أجوبته بالنسبة لترأسه أم عدمه بالنسبة للحكومة الجديدة. وصار الرئيس الحريري يعني يمارس نوعا من الإبهام والمماطلة في حسم مواقفه حتى الساعة مع المرشح الأخير للحكومة، وهو السيد سمير الخطيب. من هنا يعني رئيس الجمهورية يمارس واجباته الدستورية، وهو حريص على تنفيذ المطالب الإصلاحية للشعب. أشكرك شكرا جزيلا ميشيل أبي نجم، منسق الأبحاث في معهد الدراسات المستقبلية، كنت ضيفي عبر الهاتف من بيروت. وأعود لضيفي في الاستوديو دكتور أحمد عزاج مرة أخرى. سعد الحريري أين مما يجري الآن؟ يعني هذا هو السؤال الغريب، يعني هو رئيس وزراء وله كتلة وازنة، ومن المفترض أن يخرج ويحدد موقفه. يعني هو يجب أن يكون في مقدمة الرؤساء الثلاثة، لأنه هو ممثل لطائفته، وهو الآن الذي يصرف أمور الحكومة، وهو الذي استقال لأنه كان يحتج على حكومة تكنوسياسية ويريدها تكنوقراط بامتياز. إذن هذا الصمت نحتاج إلى أن يخرج ويوضح موقفه من هذه العملية. قوله لباسيل ولغيرهم أنه لا يمانع عن أي اسم وبأنه مشارك بهذه المفاوضات، فإن صح ذلك فتكون كارثة كبرى، لأنه هو بنفسه يفكك ما تفكك أصلا على يدي من صلاحيات لرئيس الحكومة. ولكن الرجل يبدو أنه يستجيب للحراك، الحراك لا يريد أي وجه قديم، وبالتالي هو لا يريد أن يكون هناك دورة حقيقي. هناك طبعا الحراك يريد حكومة لتكنوقراط، ولكن هو قال يوافق على هذه الحكومة، يعني الخطيب وأسمي، بغض النظر عن الحراك أو غير الحراك، هو مؤتمن على الدستور ومؤتمن على المحافظة على صلاحية طائفته بما أنه يمثلها في نظام طائفي. لذلك سكوته هذا مثير للشك والريبة، ويجب عليه أن يخرج ويوضح موقفه. ما الذي تريد أن يفعله سعد الحريري؟ المفروض أن يرفض ما يحدث، يجب أن يقول أن هذه ما هو لو رفض ما يحدث سيتهم أنه يريد أن يعود للمشهد مرة أخرى ويكون هو رئيس الحكومة القادم. يتهم هو يجب أن يدافع عن الدستور ويقول هذا مرفوض تسمية شخص من دون أن يشارك النواب في تسميته، أن يسميه رئيس الجمهورية وأن يسميه ممثلون من حزب الله وممثلون من حلقة أمل، وبالتالي يفرضوه على الطائفة وعلى بقية الناس، هذا خطأ كبير. هو يؤتمن على الدستور ويجب أن يحافظ عليه. طيب إذا ما ذهبنا للحراك والتظاهرات، لماذا هناك إصرار على قطع الطرق؟ يعني قضية قطع الطرق يعني ضخموها الإعلام واعتبروها مساس بحركة البلاد. أنت في يعني حملة شعبية مضادة لما يحدث في السلطة، والطريقة الوحيدة للضغط على هذه السلطة هي بالضغط اقتصاديا عليها أيضا. قطع الطريق هو أرباك لحياة الناس وأشعارهم أن هناك أزمة في البلد. إذا ما فتحت الطرقات وأنت نصبت خيمة ووقفت على جانب الطريق
وتقول أنا ضد، يمكن أن يتركوك 100 سنة ولا أحد يبالي بك. في كل مدن العالم والمظاهرات العالم يخرج المتظاهرون وتحصل إشكاليات وتعديات وتكسير. نعم. إلا في لبنان البوتقة السياسية تريد مظاهرات مدجنة ومعارضين مدجنين يقفون. نعم. على جانب الطريق ويقول تابعوا أنتم عملكم ونحن نرفع لائحة على الطريق، هذا لا يصح. نعم.